بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الدير سيتي على الاستضافه. بالنسبه للرجوع للمقابله، كانت مقابله صراحه اللي شاهد المقابله مقابله صعيبه جدا، كانت مقابله تكتيكيه بحكم المعرفه ديالنا بالفرق ديال الشمال انهم تقدموا واحد الطبق كروي جيد جدا، تلعبوا كره قصيره، ما تلعبوش كره طويله، واحد النهج اللي جيد جدا. هذا اللي بعد الفترات خلق لنا بعض المشاكل، ولكن اليوم الوليدات كانوا في احسن من المقابله ديال الاسبور ديال المغرب التطواني، قدموا اداء جيد جدا، كان التموضع ديالهم فرق على الميدان، والعمليه ديال التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كان جيد جدا. الحمد لله الفريق قدر اليوم يصنع واحد المجموعه ديال الفرص اللي فرص سانحه، اللي منها اللي تنعاتب على بعض المهاجمين ديالنا العمليه ديال 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 الثقه الزائده. قدرنا الحمد لله نسجلوا هدفين، اللهم لك الحمد. الحمد لله الفريق هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، والعمل ديال الوليدات واللاعبين والعمل ديال المكتب المسير اللي زعما صراحه من المنبر تنحييه واحد التحيه عاليه جدا بالظروف اللي توفر للفريق واللي هي سبب في الحصول ديال الفريق على هذه النتائج. الحمد لله الفريق غادي في سبوره الترتيب، كاين مقابله اخرى يجب باش نستعدوا لها بواحد الشكل جيد جدا، نحاول ما يمكن نبعدوا كل البعد على الثقه الزائده. البطوله مازال ما تحسمتش يلاه في البدايه ديالها، هذا هو اللي غادي نحاول ما يمكن نشتغلوا عليه الاسابيع الماجيه ان شاء الله. شكرا.